لهذا السبب ارتفعت أسعار الطماطم بالأسواق المغربية. ارتفعت أسعار بيع الطماطم في الأسواق المحلية والأسبوعية المغربية بشكل ملحوظ خلال هذه الأيام، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الذي يفصلنا عنه سوى أقل من شهر. أسعار بيع الطماطم بلغت في عدة أسواق أسبوعية وكذا على مستوى الأحياء ما يزيد عن 10 دراهم للكيلوغرام الواحد. وخلق هذا الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم تذمرا في صفوف المواطنين بعدما كان ثمنها لا يفوق 5 دراهم. وقبل حلول شهر رمضان يتم استهلاك الطماطم بشكل كبير من قبل المغاربة، حيث أن هذه المادة المنتظرة أن تشهد ارتفاعا في الأسعار أكثر مما هي عليه اليوم. وفي هذا الصدد أوضح عبد الرزاق الشابر الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضار والفواكه بدار البيضاء أن سبب ارتفاع أسعار بيع الطماطم هذه الأيام يعود إلى عملية التصدير التي تخضع لها، مؤكدا أن أسعارها وصلت ما بين 9 و10 دراهم للكيلوغرام الواحد بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء. وفي حال بقاء الوضع على هذا النحو فإن الأسواق المغربية خلال شهر رمضان ستعرف خصصا كبيرا من هذه المادة الحيوية.